أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من اعتقد أن مياه بئر غير بئر زمزم؟ يقول أحسن الله إليكم: ما حكم من اعتقد أن مياه بئر غير بئر زمزم أنه يشفي وأن الاغتسال منه بنية الشفاء، فهل هذا صحيح؟ لا أدري عن ذلك، لا أدري عن ذلك. إنما بئر زمزم جاء فيها الحديث والأحاديث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منها ويتضلع، وأما غير ذلك من المياه هذا إذا ادعي فيه شفاء وخاصية يرجع فيه إلى الأطباء يحللونه ويشوفون. يمكن يصير بعض المياه فيها ملوحة أو فيها شيء يقاوم بعض الأمراض، لها خاصية. ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم جهله من جهل. قد يكون في بعض المياه دواء، وهذا يرجع فيه إلى أهل الاختصاص وأهل الطب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز لي أن أكتب بعض الفوائد؟ لكن اختص ماء زمزم مع كونه شفاء، اختص بكونه مباركا، اختص بكونه ماء مباركا. أما بقية المياه وإن كان فيه شفاء فلا يكون مثل ماء زمزم مبارك. نعم.